سادتي، بعد أن استمعنا إلى هذا الهدير من الأصوات، أخيراً ستغني لنا كوكب الشرق. لم تكن أم كلثوم تحب اللقاءات التلفزيونية، ولذلك تأخر لقائها مع التلفزيون المصري حتى سنة 1967، حينما نجحت الإعلامية سلوى حجازي في تسجيل لقاء خاص مع كوكب الشرق أثناء رحلتها لإحياء حفلاتها في فرنسا. طبعاً إحنا سعداء جداً، وما أقدرش أعبر لك عن السعادة دي وأنا بسجل الحديث اللي من زمان طبعاً كثير بيتمنوه، وخصوصاً إنهم سمعوكي دايماً بتغني أغاني العظيمة، وأول مرة يسمعوكي بتتكلمي في التلفزيون، ودي تجربة جديدة. شكرا. وشاهد الناس أم كلثوم لأول مرة على شاشة التلفزيون بعيداً عن الغناء والحفلات، وكانت هي المرة الأولى التي تتحدث فيها أم كلثوم عن نفسها وعن مشاريعها الفنية. في عرض من لندن، لكن لسه ما اتفقناش. طيب فندم، ألف شكر، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وفي الواقع أنت رفعتي رأسنا كلنا هنا في باريس، وإن شاء الله صوت مصر يصل للعالم كله. إن شاء الله. شكرا.